عظم هذا الكتاب في الخبر عن إنزاله من جهات عدة. الأول قوله إنا، والثاني قوله أنزلناه، وفيها وجهان من أوجه التعظيم: نا التي تفيد التعظيم، والضمير الذي يفيد علو الشأن ورفعة المقام وانصراف الذهن إليه لا إلى سواه، فإنه لم يتقدم ذكر القرآن في هذه السورة، أو الحديث عما لم يتقدم ذكره بضمير الغائب يدل على أنه هو الحاضر في الأذهان، وأنه هو الذي تنصرف إليه الأفهام عند ذكر الضمير إنا أنزلناه، يعني القرآن. وهذا فيه عظمته وحضوره في قلوب الناس وأفهامهم وأذهانهم. وقوله في ليلة القدر أيضا هذا وجه رابع، حيث وصف هذه الليلة بهذا الوصف، فأضاف الليلة إلى القدر، والقدر هو رفعة المقام وعلو الشأن وعلو الرتبة. والإنزال المذكور في هذه السورة فسره المصنف بقول يخبر أنه أنزل القرآن ليلة القدر. ومعلوم أن الإنزال هنا يتضمن إنزاله على قلب محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ويكون المعنى إنزال أوله، لأن الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل إنما هو أول الوحي، وليس القرآن كله، بل الذي أنزله الله تعالى هو بعض القرآن، كما قال تعالى: وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. على مكث أي على زمن ومدد وتتابع، فلم ينزل جملة واحدة، بل قال الله تعالى صريحا في سورة الفرقان: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فجعل إنزال القرآن منجما، وهذا نص القرآن بلا ريب. فمعنى قوله إن أنزلناه في ليلة القدر أي ابتدأنا إنزاله على قلبك يا محمد، وهذا المعنى لا ريب فيه، لا يختلف العلماء فيه، وهو الذي دلت عليه دلالة الآيات التي ذكر الله تعالى فيها إنزال القرآن منجما